تاني، ويمكن احنا الخبر ده هنتكلم عنه بالتفاصيل في فقرتنا بعد فقرتنا الإخبارية. الحكومة بتكشف عن مفاجأة سارة للملايين من أصحاب المعاشات بمختلف المحافظات. قام دكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بالتوقيع على بروتوكول تعاون بين البنك وبين شركة ذهب للخدمات الإلكترونية، وذلك بحضور أشرف صبري العضو المنتدب لشركة فوري ذهب. وهو الأمر الحقيقة الذي يسمح للمواطنين من أصحاب المعاشات والمرتبات بالحصول عليها من خلال منافذ شركة فوري والموجودة في أماكن كتير في مختلف محافظات الجمهورية. كما أوضح أيضا دكتور شريف فاروق في حديثه حول هذه الخدمة أن هذه الخدمة الجديدة بتوفر الكثير من الوقت والعبء على أصحاب المعاشات والمرتبات وكافة عملاء البنك من خلال إتاحة عدد أكبر من قنوات وطرق الصرف، حيث أن شركة فوري بتعمل في مجال تزويد الشركات والهيئات بحلول اقتصادية للإيداع الإلكتروني للفواتير والتحصيل الإلكتروني أيضا للمدفوعات والشحن وصرف وإيداع الأموال. وزي ما قلت لحضراتكم احنا ان شاء الله في فقرتنا بعد فقرتنا الإخبارية هنتكلم بالتفاصيل في الموضوع ده تحديدا. منها إلى خبر